صباح الخير، انا دكتور حسن علي المغربي، استاذ امراض نساء والتوليد كليه الطب جامعه اسكندريه، وزميل جامعه بنسلفانيا في الولايات المتحده الامريكيه، ومدير مركز الحياه للحقن المجهري بمستشفى اليك سيدني. انا عايز اتكلم النهارده على حاجه مهمه جدا بنعملها في لايف كلينيك، وده السبب ان احنا انشأنا لايف كلينيك او الحياه، علشان نخلي العلاج متفصل لكل عيان. كل عيان له خصوصية، وزنه، تحاليله، حالته الصحية، تجاربه السابقة، ده بيحدد أنا أعمل له إيه. تفصيل العلاج للمريض ده شيء مهم جدا. ما ينفعش ان انا اخد كتاب وسقط منه طرق العلاج على المرضى بتاعي كأن هم قوالب طوب. فده مهم جدا ان انا افصل العلاج، او بنسميه individualized treatment، يعني انه العلاج مخصص لكل عيان على حدة. حدي مثال، لو انا عندي عيانة عندها تكيس مبيضي، التكيس مبيضي ده بينصح له علاجات معينة، لكن بتفرق العيانة الغدة النخامية بتاعتها عاملة ازاي، الغدة فوق الكظرية بتاعتها عاملة ازاي، البانكرياس بتاعها بيشتغل ازاي، كم الدهون وتوزيعه ايه، عشان اقدر احدد نوع العلاج اللي هتاخده. ممكن تاخد 10 انواع من العلاجات بتختلف من عيانة عيانة، وكلهم عندهم تكيس مبيضي. كذلك مثلا موضوع البطانة المهاجرة، كذلك لخبطة التبويض، كذلك الالتهابات. فالعلاج بيفصل لكل عيانة على حدة، وده الغرض من انشاء لايف كلينيك. الحاجة التانية ان انا ما اقدرش اخد المريض بتاعي كجهاز مثلا تناسلي او مبيضين او رحم لوحده، وانسى ان ده داخل مريضة. فالمريضة بتاعتي دي لها اشياء خاصة بيها، لها نوعية تحاليل موجودة فيها، لها تجارب سابقة عملتها، لها أمراض خاصة، قد يكون عندها سكر، قد يكون عندها ضغط، قد يكون عندها مرض في الصدر، قد يكون عندها خلل في الغدة الدرقية. لازم أفصل العلاج وأنا عارف مريضتي شكلها إيه اللي هتنفذ العلاج ده، سواء على المبيضين أو على غيره. من الحاجات اللي أدخلناها في لايف كلينيك ودي مهمة جدا، إن إحنا بنعتقد أو بنشوف أو العالم ابتدى يبص يقول إنه تركيب الدهون والعضلات في الجسم حاجة مهمة جدا بتأثر في طرق العلاج ونسب النجاح. فاحنا بنقيس بالنسبة لكل مريضة بتدخل نسب الدهون، مش بس الوزن ولا معدل الجسم اللي هو البودي ماس اندكس، لا، احنا بنقيس كمان نسبة الدهون ونسبة المية ونسبة العضلات، وبنغير من ده شوية ونحدد نوع العلاج اللي هتاخده على حسب النسب دي. فدي حاجة برضو من الإضافات اللي موجودة في لايف كلينيك، وحاجة من الحاجات اللي على مدى السنين لقيناها بتحسن نسب العلاج. وشكرا.